طبعا انت دايما بيكون ليكي حفله رائعه الحمد لله. وجمهورك بيستناكي، ودايما بشوف اي لقاء للناس ما تقولي ايه، انا دايما جمهور القلعه ده بجهز له بروجرام كده مختلف. ليه؟ انا بستنى الحفله دي بصراحه، يعني انا بحبها قوي لان جمهورها كبير سميع. وعايزين يتبسطوا كمان، يعني مش بس سميع، يعني في حفلات تانية بيبقى الجمهور بيحب يسمع وكده بس على رواقه من مكان وكده، لا الجمهور ده بيحب يتبسط ويقوم ويسقف ونلعب معاهم، ويعني بيبقى جمهور جاي مستعد قوي للحفله، وكلهم كمان بيبقوا جايين حافظين الاغاني، ولما بيطلبوا اغنيه انا يعني اخر حفله دي احنا كنا عاملين بروجرام معين، رحنا تقريبا نص الحفله غيرناها من كتر الريكوستس اللي جت على حاجات انا متوقعتش ان حد يبقى سامعها بالشكل ده، فلا كانوا بيطلبوا حاجات تانية، البروجرام تقريبا اتغير، فلا لو انا انت على بتبسط المسرح قوي، او انا على المسرح يعني كانوا بيطلبوا حاجات احنا ما كناش هنقولها في اليوم ده بس يعني. انت كده الفرقه متمرنه كويس قوي، انت كمان انت لا حافظه لا كله تمام. الا الفرقه دول اشقية اشقية طول عمرهم. احنا بس انت عارفين عارفه كل احنا حاجه الحمد بنشوف لله. فنانين يقول لا انا مش مجهز مثلا لاغنيه بنعمل دي. كده لو اغنيه طبعا، يعني اغنيه انا لا دايما جاهزه، انما لو في اغاني تانية من بره معظم الوقت بنبقى جاهزين بيها او بنطلعها على المسرح، بس في حاجات انا شخصيا ما بقاش عارفاها يعني، فبعتذر يعني مش ايه جاهزه سرك مع دلوقتي. فيروز؟ بحب اغانيها قوي، انا عموما بميل لكل الاغاني اللي بحس ان دايما فيها كده جزء شرقي على جزء غربي، عشان كده انا صح. بحب اغاني الفيروز، بحب اغاني الماجدة الرومي، يعني في عندي اتجاه كده، هم لبنان عموما، يعني انا بحس ان الطريق بتاعهم ده كده في اختيار الاغاني انا بحسه اكتر، فبحب اغني لهم. ايه اكتر